لو الحكاية فيها إن فيدي. بص حضرتك، احنا جايين هنا واقفين لنا أدت 5 مطالب. بنطالب ان احنا نحافظ على عمل الوقف. اول مطلب من اللي احنا بنقوله، بنقول فصل الهيئة عن الوزارة، لان طبعا احنا هيئة بنستثمر مال الوقف اللي هو مال الله، خدت بقى حضرتك، بنستثمره. فاحنا عايزين، شايفين القيادة الحالية ما مش قادرة تسيطر ولا عايدة ولا قادرة ان هي تستثمر مال الوقف. صح، في ده الكلام ده معروف على وسائل الاعلام، عند حضرتك وعند قناه تل من 100 اسبوع، خدت بال حضرتك، في اتصالات كتير على مجلس افهام، على الوزير وعلى مجلس الاداره الحالي، وتداولت في مجلس في الاعلام، ومحدش فيش اي رد، مفيش. واحنا مش حاسين، اول يعني كمان احنا كموظفين في الهيئه احنا مش حاسين بالكلام ده. يعني احنا عندنا من اول مطالبنا، احنا بنحسن مرتبنا. احنا مرتبنا الدرجه الثالثه يبقى موظف بقاله اكتر من 5 سنين ما يتعداش مرتبه 1500،